بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 151. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من أحكام النكاح. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة القسم الأول من النساء المحرمات، أي التي يحرم تزوجهن بالنسبة لبعض الأشخاص لاعتبارات خاصة. وها نحن إن شاء الله نذكر في هذه الحلقة القسم الثاني، وهو ما كان تحريمه منهن مؤقتاً، وهو نوعان: نوع يحرم من أجل الجمع، فيحرم الجمع بين الأختين لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وذلك لما يكون بين الضرائر عادة من الغيرة. فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى حصلت القطيعة بينهما بسبب الجمع، فلذلك حرمه الشارع. فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها حلت أختها وعمتها وخالتها ممن يحرم جمعها معها بانتفاء المحذور. ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة لقوله تعالى: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تحته أكثر من 4 نسوة لما أسلم أن يفارق ما زاد عن 4. النوع الثاني من المحرمات إلى أمد ما تحريمه لعارض يزول، فيحرم تزوج المعتدة من الغير ما دامت في العدة لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملا، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها. وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري. ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولا يحل أن يتزوج المسلم امرأة كافرة لقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر إلا الحرة الكتابية، فيجوز للمسلم أن يتزوجها لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في تحريم نكاح الكافرات على المسلمين، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة، لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها، إلا إذا خاف على نفسه من الزنا ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات.
إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم. ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع على ذلك، ولأنه يتنافى مع كونها سيدته، يتنافى كونها سيدته مع كونه زوجها، لأن لكل منهما أحكام خاصة. ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، ولا يجتمع عقد قوي مع عقد أضعف منه. والوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد فيما سبق من المحرمات إلى أمد، فمن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم عقد وطؤها بملك اليمين، لأن العقد إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلا أن يحرم الوطء من باب أولى. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوطء بملك اليمين لا يأخذ حكم الوطء بالعقد فيما ذكر، لقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، وقال صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، وغير ذلك، والله أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.